احمد زي فاروق بحب الستات. كنت تسأليه بتحبي اكتر حاجه بتحبها في حياتك يقول لك الستات واللحمه. احمد الفيشاوي فنان غاوي مشاكل من يومه وحكايته كتير وما بتخلص، وحصل زلزال على السوشيال ميديا في الكام ساعه اللي فاتوا لما نشر الفيشاوي صوره طفل صغير وقال انه ابنه بالرغم انه انكره من 8 سنين، وهجمته الفنانه سميه الالفي وقالت عنه طفل ليله. تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل وليه الفيشاوي اعترف بابنه بعد كل السنين اللي فاتت دي، وهل يشبه جده فاروق الفيشاوي ولا لأ، وإيه حكايته مع أمه الأجنبية وكانت فين وبتعمل إيه؟ تابعونا لآخر الفيديو. أنا مش بدافع عن أحمد ومش بقول إنه مغلطش خالص. كان أحمد غلط؟ وهو اعترف، هو قال إنه مغلط. أحمد الفيشاوي اتجوز 6 مرات غير الجوازات السرية اللي الجمهور ما يعرفش عنها حاجة، والغريب إن كل جوازاته فشلت ومع كل انفصال سيرته بتبقى على كل إنسان، ومنها اللي فضل سنين في المحاكم وكانت حديث الشارع المصري كله. أول جوازة للفيشاوي كانت من مهندسة الديكور هند الحناوي سنة 2004، والحقيقة إن الجوازة دي عملت حالة بلبلة كبيرة بين الجماهير اللي هاجموا الفيشاوي لأول مرة لما أنكر جوازه من هند، ومش بس كده، ده كمان أنكر نسبه لبنته لينا. وبعد سنين طويلة في المحاكم حكمت المحكمة لصالحها بإثبات عقد الجواز العرفي ونسبة الطفلة ليلى للفيشاوي، وهند كان لازم ترد اعتبارها بعد الفضايح والجري في المحاكم، وخدت ورقة طلاقها في نفس يوم الاعتراف بجوازها. بس بعد ما شفت لينا كنت فرحانة بيها قوي. نيجي بقى للجوازة التانية، فكانت سنة 2007 اللي كانت من السيدة وسام عاطف عطية، وهي الوحيدة اللي اتعمل لها حفل زفاف مع الفيشاوي الصغير، بس للأسف جوازهم انتهى بعد 55 يوم بس، وخدت ورقة طلاقها وعملت محضر في اسم الشرطة اتهمته بسرقة شبكتها اللي كانت عبارة عن خاتم سوليتير ب100,000 جنيه، واتدخل فاروق الفيشاوي في الموضوع وعمل تسوية لمحضر السرقة وقفل الموضوع للأبد. نشاط الفيشاوي اتوسع وطموحه زاد، وما بقاش في مصر بس، لأنه اتجوز الألمانية دينيس وولمان اللي اتعرف عليها في رحلة علاجه مع والدته سمية الألفي، واتجوزها لمدة أسبوع وسابها ورجع مصر، وحاولت تتواصل معاه بس هو ما كانش بيرد عليها، وبعد شهرين بعتت له رسالة على موبايله بلغته إنها حامل، وهو طبعاً ما ردش عليها ولا اهتم بكلامها، عشان كده هي الوحيدة اللي ما بيحبش يتكلم عنها في أي لقاء ليه في الإعلام، ودايماً بيقول إنه ما يعرفش عنها حاجة لأنها غيرت عنوانها وصفحاتها على السوشيال ميديا وكمان أرقام الموبايل. وبعد كام شهر أنجبت دينيس ولد سميته تيتوس، وطبعاً خدت الديانة المسيحية زي والدته، وخصوصاً إن كل الأوراق خلصتها في ألمانيا لوحدها بموجب عقد جوازها من الفيشاوي. وبعد فترة حاولت تتواصل من جديد مع الفيشاوي وما ردش عليها كالعادة، والمرة دي عمل لها بلوك. وحصل حاجة عجيبة جداً، لأنها كانت على علم بمشاكل وقضايا هند الحناوي مع الفيشاوي، وقدرت تجيب حسابها على إنستجرام وحكت لها عن مشكلتها، وقالت لها إنها حابة ابنها يتعرف على أخته لينا، وقررت هند تقف جنبها وتساندها ضد الفيشاوي. وخدت دينيس رقم محامي نقابة المهن الموسيقية شعبان سعيد، وطلبت منه يرفع لها قضية إثبات نسب لابنها تيتوس، وأكدت له إنها معاها وثيقة جوازها من الفيشاوي. وفي سنة 2020 صحينا الصبح على مفاجأة كبيرة لما لقينا هند الحناوي نشرت على حسابها على انستجرام صورة لبنتها لينا ومعها ولد صغير في حدود 8 سنين، وكتبت تيتوس أخو لينا غير الشقيق. ولما الدنيا اتقلبت ظهرت سمية الألفي في برنامج تلفزيوني وقالت إنها ما تعرفش حاجة عن موضوع حفيدها تيتوس اللي كل الناس بتتكلم عنه، وقالت كمان الله أعلم ما عنديش أي مشاعر أو معلومات عن الموضوع ده، وسألت أحمد قال لي لأ ونفسي يطلع لأ لأني عايزة حفيد هنا يبقى في حضن أبوه وأمه مش طفل بتاع ليلى. الفيشاوي عجبته التجربة ومحرمش، وفي سنة 2012 قرر يتجوز للمرة الرابعة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس اللي كانت منفصلة من شهور وجات مصر وأقامت معاه، وحصلت بينهم خلافات ومشاكل وأعلنوا انفصالهم بشكل رسمي. أما الجوازة الخامسة للفيشاوي فهي غير معلنة، وصرح وقال في حديثه مع الإعلامية سارة دندراوي إنه اتجوز للمرة الخامسة قبل جوازه من ندى الكامل. ونيجي بقى لندى الكامل وهي سادس زوجة للفيشاوي اللي اتجوزها سنة 2018، وهي الحقيقة أكتر زوجة أثارت جدل الجماهير، ودايماً كانت بتظهر معاه في كل الاحتفالات والتكريمات على السجادة الحمراء، ولبسها كان بيستفز الجمهور، مش بس كده، ده الفيشاوي كان بيتعمد يحضنها ويقبلها باستمرار، وانفصل عنها بعد 3 سنين من غير ما يعلنوا عن الأسباب الحقيقية للانفصال.
والمفاجأة الكبيرة بقى إن الفيشاوي اعترف بابنه اللي أنكره من 10 سنين ونشر صورته على إنستجرام، واتفاجئنا إن النسخة طبق الأصل من جده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وكتب: ابني كبر وأصبح أقوى وفاز في فئة الكاراتيه، استمر في التقدم. وطبعا الجمهور مسكتش وبدأ يهاجمه لأنه اعترف بيه بعد ما أنكره لمدة 10 سنين، واتهموه بأنه لا يصلح يكون أب وما يقدرش يتحمل المسؤولية، وخصوصا بسبب بنته لينا اللي لبسها دايما مستفز للجمهور. والحقيقة إن أحمد الفيشاوي لسه مستمر في إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة واللي دايما بتفاجئ الجمهور، والأكيد إن لسه عنده مفاجآت كتير.